هنتكلم في الدرس ده عن الكفاءة في الحوسبة الموزعة، كيف نخلي النظام الموزع عنده كفاءة عالية. الكفاءة بتعتمد على حاجتين، اللي هي حاجة اسمها التأخير الليتنسي، والحاجة الثانية اللي هي عرض النطاق التردد اللي هي الباندويث. مقصود بالليتنسي الوقت المطلوب لنقل الرسالة من موقع إلى آخر داخل النظام الموزع. يعني عندك رسالة رسلتها من نوت لنوت ثاني أو من مكان لمكان ثاني داخل نظامك الموزع، فالوقت اللي بتاخده الرسالة دي نسميه التأخير أو الليتنسي. كل ما قل كل ما أداء النظام الموزع بقى أكثر كفاءة. بالنسبة للباندويث مقصود بها مقدار البيانات التي يمكن نقلها في فترة زمنية معينة. يعني طبعا الباندويث زي الشارع، كل ما بقى عريض أعرض كل ما شال بيانات كثيرة في فترة معينة. مثلا في الدقيقة بتمر كم من البيانات، كم كيلو بايت أو كم ميجا بايت أو كم جيجا حسب العرض المتاح. كل ما زاد العرض كل ما زادت كمية البيانات اللي بتنقل في الناقل، وبالتالي برضو الكفاءة بتزيد. يعني الاثنين دول بيزيدوا الكفاءة، تقليل التأخير وزيادة عرض النطاق يخلي النظام أحسن كفاءة. عندنا مقاييس الكفاءة، منها الاثنين نفس الاثنين هنا، اللي هي وقت الاستجابة اسمه response time والإنتاجية throughput. وقت الاستجابة مقصود بها الوقت اللي انت مثلا طلبت وظيفة من نظام الموزع يأديها لك، مما طلبت الوظيفة لحد ما تجيك النتيجة تسهل لك، ده اسمه الرسبونس تايم. كل ما قل طبعا كل ما بقى النظام أحسن وأعلى كفاءة. معظم المستخدمين لنظام الموزع عايز يعمل كليك تجيه النتيجة طوال السريع ما ينتظر. الإنتاجية مقصود بها المهام أو التاسكات الممكن تنجزها في فترة زمنية معينة، وحدة زمنية معينة. مثلا في الدقيقة كم مهمة بيتم إنجازها بواسطة النظام الموزع، ده اسمه الإنتاجية. كل ما زادت المهام في الزمن كل ما زادت كفاءة النظام. إذا نحن مقصود بالكفاءة إنه عايزين النظام الموزع أو الحوسبة الموزعة تحصل على أفضل أداء ممكن في تقدر عليه. يعني بمعنى آخر عايزين نقلل زمن الوصول ونقلل وقت الاستجابة، تعمل كليك تطلب حاجة تجيك النتيجة سريع، ونزيد الإنتاجية المهام في الزمن تكتر أو تزيد. طيب عشان نصل لأفضل أداء للنظام محتاجين نعمل تحسينات optimizations على النظام، نعمل عشان النظام يكون سريع وعنده كفاءة عالية. هنا في تحسينات ثلاثة بنذكرها ممكن تزيد من كفاءة النظام، اللي هي load balancing موازنة الأحمال، والتزامن وتقليل مقدار العمل الإضافي غير المطلوب فيه إلى الحد الأدنى. نشوف كل واحدة بالتفصيل الآن. مقصود بموازنة الأحمال load balancing إنك تقسم العمل. أنت عندك مثلا تاسك مهمة كبيرة، نحن في النظام الموزع المهمة بنقسمها إلى مهام صغيرة، فكل مهمة يعني لو قدرنا نقسم المهام دي إلى مهام بنفس المقدار يعني قدر بعض، وندي كل نوت كل جهاز مهمة يعملها، فده شنو؟ ده فكرة اللود بالانسنج، تقسم الحمل على الأجهزة. لكن أحيانا تلاقينا مشكلة إنه المهام المختلفة ممكن ما تكون متساوية ما قدر بعض. في الحالة دي اللود بالانسنج ما تكون 100%. مثلا إذا كان في مهمة كبيرة عندي مثلا 5 مهام، 4 مهام صغيرة ومهمة واحدة كبيرة، وعندي 5 أجهزة كل جهاز اديته مهمة اشتغلها، فال4 مهام الأجهزة الأربعة اللي عندهم مهام صغيرة بخلصوا بدري وبينتظروا الجهاز الكبير عشان يخلص، أو المهمة الكبيرة في الجهاز الخامس عشان تنتهي. فكده ما بكون نفس المقدار العمل بين كل الأجهزة. وكيف أنا أقسم المهام؟ اللود بالانسر كيف يقسم المهام على الأجهزة؟ المفروض يقول عارف حجم كل مهمة، يا إما نعرف حجم المهمة، اللود بالانسر يعرف حجم المهمة مسبقا
من البداية. ودي في الحالة دي بتقسم المهام في الكومبايل تايم زمن الترجمة عند السيستم حقك النظام الموزع قبل ما تنفذه في زمن الترجمة تتقسم المهام على أو تتوزع المهام على الأجهزة. إذا كان المهام حجمها ما معروف فده متين من تتم اللي هي تعيين المهام للمعالجات يعني تقسم المهام للأجهزة يكون ديناميكي في زمن وقت أثناء أنت شغال النظام الموزع أثناء ما هو رانينج شغال في الوقت ده بيقسم المهام على المعالجات ديناميكيا حسب ما يكون في معالج فاضي بيكون دي التحسينات الثلاثة. دي الأولى اللي هي اللود بالانسر نقسم المهام بالتساوي بين الأجهزة قدر ما يمكن. الحاجة الثانية التزامن. التزامن مقصود به عند المهام دي لما تقسمها على الأجهزة المفروض تشتغل في وقت واحد. يعني أنت عندك مهمة كبيرة قسمتها لخمسة كل جهاز رسلت له مهمة معناها الخمسة أجهزة دي يبدو ينفذوا في المهام في نفس الوقت. لكن برضو بتلاقينا مشكلة إذا زي ما ذكرنا في المثال خمسة مهام في مهمة أكبر في أربعة صغار. الأربعة أجهزة اللي خلصوا مهامهم بدري هيكونوا شنو؟ هيكونوا منتظرين الجهاز الخامس يخلص المهمة الكبيرة اللي عندي. فنحن في التحسينات نحاول نقلل زمن الانتظار بتاع الأربع أجهزة دي قدر ما يمكن. وفي معالجات الشغل ده هنشوفه بالتفصيل في التعمق في النظام الموزع. الحاجة الثالثة إنك في أعمال إضافية نحاول نقلل منها بقدر ما يمكن. مثلا لو دخلت جهاز جديد لنظام الحوسبة أضفت نود أو تو نودز أو كده أجهزة لنظام الحوسبة فبيكون في إضافي عشان النظام الموزع يتعرف على الأجهزة دي. مثلا الأجهزة الموجودة بتعمل تواصل مع بعضها في الشبكة من أجل الحصول على سرعة المعالجات وموارد الحوسبة المضافة. يعني أنت أضفت أجهزة ففي زمن إضافي بيتم إنه الأجهزة القديمة في النظام عايزة تعرف الموارد الأضيفة وسرعاتها وماكن عشان تقدر تتعامل معها. فدي نسميها نفقات إضافية أو overhead في بيقلل من وقت الحوسبة لكن بيكون ضئيل جدا في الشغل. فبنحاول نقلل قدر ما يمكن الزمن ده. دي التحسينات الثلاثة. طبعاً مطورين حوسبة الموزع بحاولوا يزيدوا من كفاءة النظام بالتحسينات الثلاثة لكن بنلقى دائماً كل ما نعمل حاجة بنلقى في عيوب على التحسينات دي بتأثر على الأداء. مثلاً في اللود بالانسر في موازنة الحمل أحياناً موازنة الحمل اللود بالانسر يكون مقيد بسبب دقة المهمة المراد إكمالها. يعني عندي مهمة دقيقة جدا عايز أكملها فما بقسمها على الأجهزة وإنما بشتغل بجهاز واحد. أيضا بعض التطبيقات بيكون عندها قيود على بعض المهام. مثلا تكون عندها برنامج عايز تنفذه ككيان كامل لأنه ما بيقبل التقسيم. يعني ما ممكن تقسمه لتاسكات كل تاسك يشتغل في جهاز ليه لأنه هو بيرتبط الخطوات بترتبط ببعضها البعض. أيضا من قيود اللود بالانسين أو موازنة الحمل في الحالة اللي تكون فيها المهام ما نقدر نقسمها يصبح الموازنة صعب نعمل موازنة بين المعالجات المختلفة لأنه مهمة ما قسمتها بعد تشتغل في جهاز واحد. وبرضو ممكن المهام تختلف في الحجم بشكل كبير. يعني ممكن تكون في مهمة صغيرة جدا بتاخد زمن صغير جدا مهمة كبيرة جدا بتاخد وقت طويل جدا. فإذا ما قدرت المهام الكبيرة دي قسمتها لمهام أصغر فالتوزيع بتاع الحمل بالتساوي يكون مستحيل وبالتالي النظام بيأثر على أداء النظام على الكفاءة. طيب سؤال هل ممكن نحصل على الحالة المثلى بحيث انه المزامنة
تتم مزامنة جميع المهام بشكل كامل بين جميع أجهزة الكمبيوتر في النظام الموزع الأدوات. ممكن نحن عندنا درس عن التزامن نتكلم عن الكلام. دائما بيكون عندك نفقات إضافية في النظام الموزع أو حسب الموزع. يعني أنت يا في زمن للكوميونيكيشن بين الأجهزة التواصل تبي آخذ زمن بيأثر على الكفاءة. مثلا أجهزة عايزة تتخاطب مع بعضها برضو النفقات بتكون أكثر زمن الكوميونيكيشن، خاصة إذا كانت الشبكة مثلا بطيئة، فده التخاطب بين الأجهزة مرات بيكون عنده علاقة دالة زمن الوصول وعرض النطاق التردد للنظام. كل ما زاد قل زمن الوصول وزاد العرض التردد الباندويث بيبقى عريض، كل ما أصبحت النفقات دي قريبة للصفر. كده اختصار عن الكفاءة بتاعتنا في النظام الموزع.